الدولية بتعمل على قلب رجل واحد في هذا الموضوع بالتحديد. المجتمع الدولي كله عنده إصابات ومحدش بيبص لحد، يعني احنا كل واحدة كل دولة بتحل أزمتها بطريقتها، محدش هيقدر يطلب معونات من حد تاني في الوقت اللي احنا فيه. وبالتالي ليس من مصلحتنا على الإطلاق ان الأمر تزيد خطورته أكتر من كده. فاللي احنا بنعمله في الحكومة من إجراءات اللي كان آخرها حظر حركة المواطنين في ساعات معينة خلال اليومين الماضيين، أرجوكم نلتزم بهذه الإجراءات التزام تام. أنا من خلالكم بوجه الرسالة دي للشعب المصري كله إنه الأمر فعلاً خطير ومحتاج إن احنا نتعامل معاه بنوع من الاهتمام أكتر من أي حاجة. مفيش حد فينا بيهتم بحاجة أكتر من صحته وصحة أسرته. اللي بيتعمل ده من الحكومة أدت ما عليها وتؤدي ما عليها أيضا، وجاهزين لكل السيناريوهات إن شاء الله. بس نتمنى لا قدر الله إن احنا ما نخشش في السيناريو أو المرحلة الثالثة من الإصابات اللي هي بتتجاوز في الحالة. اللي احنا بنعمله دلوقتي باختصار ببساطة شديدة واللي شرحته سيادة الوزيرة، الحكومة كلها بتعمل على إنه نطول أمد البقاء في المرحلة الثانية اللي احنا فيها عشان ما نخشش في سيناريوهات أكثر خطورة من اللي احنا فيه. فمعلش هنتحمل مع بعض شوية كحكومة وكمواطنين، لأن احنا كمان كحكومة عندنا أزمة كبيرة جدا نتيجة هذا الوضع، إنه ترتب عليه يعني تضاءل حجم الاقتصاد، في مشكلة كبيرة جدا بتحصل، احنا مش عارفين نبني الموازنة الجديدة اللي كان المفروض نناقشها الأسبوع اللي فات، حاطين لها عدة سيناريوهات، احنا مش عارفين الأزمة دي هتنتهي إمتى في العالم وفي مصر، وبالتالي ليس من مصلحتنا إن يكون في خسائر كبيرة لا في الأرواح ولا في الاقتصاد إن شاء الله. فالأساس في علاج هذا الموضوع أو التعامل معاه أو محاصرة هذا الأمر هو التزام المنازل قدر المستطاع. النهاردة بداية أيام عصر التجول، أتمنى ما نشوفش حد موجود في الشارع بعد الساعة 7، وإلا التعليمات الواضحة للجميع إنه دي صحة الجميع مش صحة المواطن اللي ماشي بس في الشارع، حفاظاً على صحة المجتمع كله هيتم اتخاذ إجراءات صارمة جداً معاه بمقتضى قانون الطوارئ من ناحية، وبيقول إنه لازم يتعرض للحبس وللغرامة. وأنا بوضح ده قدامكم جميعاً لسبب، لأن الموضوع ده ما فيهوش هزار، لأنه في بعض الدول التي استهترت في الموضوع في بدايته فقدت السيطرة تماماً عن هذا الأمر. فأنا بشكر حضراتكم على اهتمامكم، مش عايز أطول عليكم، إنما الحكومة توجه رسالة من خلالكم عن طريق الإجراءات اللي عملتها سيادة الوزيرة والطاقم بتاعها مشكورا مرة تانية. إجراءات أنا بقول إنها إجراءات بالغة لبطولة كبيرة جدا من جانب هذا الطاقم، والحكومة أيضا اتخذت الإجراءات بشكل تصاعدي مفيش فيه مبالغات، إنما المهم إنه دور المواطن هنا لازم يبقى، لأن إحنا لازم نستحمل ونقعد شوية ال 14-15 يوم الجايين دول في التزام ده. ده اللي هيترتب عليه الحالة بعد كده تبقى شكلها عامل ازاي. الحقيقه كامله ومعلومات كامله بنقولها قدامكم وقبل ما حد يتكلم فيها عشان ما يبقاش فيه مجال او مناخ ملائم لترويج شائعات ملهاش معنى. الارقام اللي بنقولها هي الارقام المعلنه وتتفق تمام الاتفاق مع الارقام اللي في منظمه الصحه العالميه، وزي ما سياده الوزير اشارت انه في لجان بتيجي للتفتيش كمان فبتشوف هذا الامر. احنا ما احناش يعني على راسنا ريشه عشان منظمه الصحه العالميه تجاملنا وتسيب العالم، وبالتالي لازم نتحمل مع بعض عشان الارقام ما تزيدش عن هذا الامر بقدر المستطاع. مش عايز اطول على حضراتكم لان عارف النهارده بدايه الحظر، حضراتكم محتاجين تطلعوا بدري، فهناخد سؤالين او حاجه او اكتر اذا ارادت ست الوزير.